الرحيم. نحن الآن على أبواب انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية، وفيها كلمة الضيوف، وسيحضرها وتكون القضية الفلسطينية حاضرة بقوة، وسيمثل حركة حماس أو المكتب السياسي لحركة حماس أستاذ أسامة حمدان، وستكون مداخلات لمنتدى الوسطية بإفريقيا كإشارة لحضور واهتمام الحركة بالعمل بإفريقيا، ستكون كلمة للمغرب العربي لأهمية المغرب العربي بالنسبة لمشروع الحركة. أما الجلسة بعد الجلسة الافتتاحية فهناك جلسة أساسية هي لاختيار رئيس جديد للحركة، بحكم أن الرئيس الحالي المنتهي ولايته، فستتبع مسطرة الاختيار من أجل أن ندخل مرحلة جديدة برئيس جديد وبفريق عمل جديد إن شاء الله. أسأل الله التوفيق للفريق المقبل، وأن نكون سندا لكل من اختاره الإخوة في الحركة. السلام عليكم ورحمة الله. يعني لا شك أننا سعداء بالحضور إلى مؤتمر الحركة والمشاركة فيه، وهو مؤشر إيجابي حول حيوية هذه الحركة وحيوية الحياة السياسية في المغرب وحيوية التداول داخل الأحزاب، التي تؤشر على استعداد لحيوية سياسية وتداول سياسي في البلاد من أجل مصلحة البلاد. نرجو للإخوة في الحركة الخير في مؤتمرهم هذا، وأن تسير أعماله وفق ما هو مخطط له، وأن ينجح الإخوة في التجديد لهذه الحركة وشبابها والثقة بها لتكمل مشوارها في خدمة هذا البلد العزيز المغرب وخدمة أبنائه إن شاء الله تعالى، ولتكون ركيزة قوية في هذه الأمة من أجل خدمة قضاياها، لا سيما وأن المغرب ارتبط بفلسطين مبكرا منذ أن كان أبناؤه يتممون حجهم بزيارة بيت المقدس، ومنذ أن حصلت مصاهرات ربما في القرون الماضية. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أننا نعيش هذه الأيام في فلسطين رغم المعاناة ورغم الحصار ورغم العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة، واستشهد فيه أكثر من 1800 شهيد وربما 10000 جريح، إلا أننا نحمد الله أن يسر لنا فثبت المجاهدون في الميدان وثبت المقاومون في المواجهة، ورد الإسرائيلي على عقابه خاسرا، وتوحد الموقف الفلسطيني من أجل مواجهة العدوان ومن أجل فرض إنهاء الحصار. صحيح أن المعركة لم تنتهي بعد، ولكننا نعتقد أن معركة الميدان قد لقنت الإسرائيلي درسا، ونجحت حركة حماس بفضل الله في قيادة المقاومة، وهي اليوم تنجح في تقديم نموذج للوحدة الوطنية وفي قيادة مفاوضات يشارك فيها الجميع من أجل تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية. إخواننا في المغرب لم يقصروا معنا بدعائهم وتظاهرهم وتضامنهم وكل ما قدموه من أجل فلسطين، أطمئنهم أنه وصل ويصل صداه ويصل دعمهم إلى فلسطين، وإخوانهم في فلسطين يشكرونهم على ذلك ويقدرون لهم ذلك، ويسألون الله أن يجمعهم بهم قريبا في القدس محررة بإذن الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. دعينا لحضور مؤتمر إخواننا في حركة التوحيد والإصلاح، استجبنا هذه الدعوة، أسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يبارك في جمعهم وفي مؤتمرهم، وأن ينبت منه النبات الحسن، وأن يوفقهم لاختيار قيادة حكيمة أمينة مجاهدة ربانية تسير بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى شاطئ السلامة وإلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرف بحضور المؤتمر الخامس لحركة التوحيد والإصلاح في المغرب، وهو مؤتمر يأتي في سياق ظروف تمر بها أمتنا تستدعي وقفة للمراجعة مع الذات، وقد أحسنوا صنعا حين جعلوا الإصلاح شعارا لهذا الوطن، الإصلاح الذي يقتضي صلاحا للذات الفردية وللذات الحضارية، صلاحا وإصلاحا على مستوى المفاهيم والتصورات، وعلى مستوى الممارسة والسلوك، وعلى مستوى الحكم الراشد والعدل الاجتماعي ووحدة الأمة، وعلى مستوى مشروع النهوض الشامل. يلتئم هذا المؤتمر بحضور شخصيات ووفود تمثل قطاعات واسعة من العالم الإسلامي لإثراء هذا المؤتمر
بمزيد من الحوار والنقاش. وأعتقد أن التجربة في هذا البلاد في هذا البلد الطيب المبارك تجربة فريدة نعتز بها في مجال العمل الإسلامي، حيث تقوم على البناء المؤسسي وتقوم على شمول الرؤية ووسطية المنهج وعلى عمق الفكرة وعلى التحرك في إطار التوافق المجتمعي وعلى إطار فقه الممكنات. فنرجو إن شاء الله لهذا المؤتمر أن يخرج بتوصيات عملية نافعة تنهض بمسيرة العمل الإسلامي المبارك على هذا الصعيد وعلى الصعيد الإقليمي والصعيد العالمي. الإصلاح الذي ينعقد هذه الأيام هو مؤتمر عادي للحركة، ينعقد كل 4 سنوات. هذا المؤتمر هو جزء من العملية الديمقراطية والتداولية التي تتم داخل الحركة وفق قوانينها. سيكون أثناء المؤتمر نقاش لتقييم عمل الحركة، حركة التوحيد والإصلاح، في المرحلة الماضية على مختلف المستويات، على المستوى الفكري، على المستوى التنظيمي، على مستوى العمل العام عند عمل الدعوي. وبعد هذا التقييم ستكون هناك إشارة وتركيز على وضع توجهات حركة التوحيد والإصلاح في المرحلة المقبلة. إذن المؤتمر هو فرصة لتجديد النظر ولإعادة توجيه جهود الحركة في الاتجاهات التي تحقق مقاصد الحركة. والمؤتمر أيضا محطة تنظيمية وديمقراطية لانتخاب قيادة جديدة للحركة، وتتم عملية الانتخاب بطرق ديمقراطية وفق المساطر والقوانين الداخلية لحركة التوحيد والإصلاح. منذ تأسست الحركة وهناك عديد من الشخصيات تتداولون على رئاستها، مما يعمق فكرة التداول والتناوب على المسؤولية في الحركة. وأيضا سيكون هناك لا شك نقاش حول الوضعية العامة التي تعيشه المنطقة والتي يعيشها بلدنا. وحركة التوحيد والإصلاح تسهم بشكل كبير في تطوير الفكر الإسلامي، تسهم بشكل كبير في دعم المؤسسات الدينية الوطنية ودعم التوجهات العامة الوطنية. يحضر في هذا المؤتمر عدد من الضيوف من عدد من الدول الإفريقية والعربية والإسلامية، وحضورهم يؤشر على العلاقات الواسعة التي نسجتها الحركة مع عديد من الجمعيات والمؤسسات الدعوية والثقافية والاجتماعية في هذه الدول. وتريد الحركة أن تكون من جهة متفاعلة مع الاجتهادات الفكرية في الحركة الإسلامية داخل هذه الجمعيات، ولكن أيضا تريد أن تكون جسر تواصل لبلدنا مع بلدان أخرى وجهات مدنية واجتماعية إفريقيا وعربيا وإسلاميا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المؤتمر هو المحطة التنظيمية العادية لتجديد الاختيارات الاستراتيجية للحركة، لتجديد البنية القيادية للحركة، لانتخاب أساس الرئيس الجديد، باعتبار أن الرئيس الحالي منتهي ولايته ولا يمكن أن يكون مرشحا. وظيفة هذا المؤتمر في هذا السياق الذي تمر منه الأمة هو انخراط في حراك فكري وعلمي وتجديدي واجتهادي للإجابة على المعضلات الأساسية التي تعاني منها الأمة، باعتبار حركتنا حركة أولا دعوة وتربية ثم حركة إصلاح. ولذلك الرهان المعقود الأساسي على هذا المؤتمر هو أن يصادق على ما نقترحه توجها استراتيجيا يتعلق بالتعاون على ترشيد التدين والتشارك في ترسيخ قيم الإصلاح، وهو توجه مفتاحه الأساسي التعاون مع جميع الفرقاء أيا كان نوعهم، متفقين معنا مختلفين معنا. ذلك أن ترشيد التدين اليوم هو في المقام الأول قضية شعب، قضية أمة، قضية الإنسان، قضية الإنسانية. وأيضا اليوم قيم الإصلاح هي أيضا قضية لا يمكن أن تكون قضية جماعة، وإنما هي قضية جماعية. لا يمكن أن تكون قضية طرف، ولكن هي قضية كل الأطياف مهما كان حجمهم، مهما كانت مشاربهم، مهما كانت اختلافاتهم. لأن اليوم سفينة المغرب، سفينة الأمة، تحتاج إلى كل ركابها، ولكن نحتاج جميعا إلى بوصلة هي مرجعية الأمة، هي توابط القيم التي أجمع عليها المغاربة من خلال الدستور الحالي، وأيضا التنافس في تقديم الأجود لهذا البلد، في تقديم البرامج النافعة
لهذا البلد، وهذا ما نراهن إن شاء الله في ورشات هذا المؤتمر في محطته أن يساهم فيه إلى جانب بقية الأطياف. هو أيضا متنوع من حيث ضيوفه التي جاءت من القارات الأربع ومن الجهات الأربع للعالم، بشخصية علمية مرموقة، بقيادة حركة إسلامية عبر العالم، وأيضا من ضيوف المغرب من شخصيات فكرية وتربوية وثقافية وعلمية وإبداعية وفنانية وإعلاميين. كل هؤلاء نرحبهم في هذا المؤتمر وفي فعالاته، على أمل إن شاء الله أن يشكل لبنة في بناء مغرب عصري ديمقراطي ومتضامن.